امسك الفار عبد الله، بنقفل النور. هنقفش الفار دلوقتي يا جماعه، يعني احنا بنقفل النور عشان الفار ما يشوف. هات يا سمير انا اصور. ايوه بس انا واحد اهو. ودلوقتي ابو محمد في الفريق الشمال اهو بيمسك الفار، ودلوقتي سمير في الجنب اليمين. انا ورا لك انا بقول لك انا بقيت هيجري على رجلي وانا مش واخد بالي. طب هنعمل ايه؟ ايه لقيته؟ فين الفار؟ ودلوقتي احنا بنبحث عن الفار. الفار ده دخل جوه الشوال. دخل جوه الشوال؟ لا. في العيش؟ لا. طب هنا؟ يدوي مفيش حاجه يا عم، ده انا كيس بلاستيك طلع كده. ايوه ورا البرميل يا ريس، ورا البرميل ده. لمبه عماله لمبه اللالو رجع تاني اهو. امسك الفقر وعدني هموت ولا اعيش. مش هتعيش، اركز نفسك. حربك يا سمير، الفار بيحاربك. ابو محمد انت جريت ليه؟ انا جريت بقى في الباب عشان يخرج. طيب ممكن يخرج من هي يخرج، ربنا يسترها. اجري يا سمير، اجري. هنا هنا الفار اهو. اوعى يا ابني الباب بتجري. امشي امشي، حط عليك امسك. اوعى الحله دي، ارمي غط الحط. هو راح فين؟ هو جه هنا. اوعى يا جدعان الشوال ده من جنبي. هو اللي هنا اهو. اوعى هرس وح. ايه انت؟ انا هحط علي دي. بص هحط علي دي قشطه. ايوه عشان اقدر. يعني احنا قافلين الباب علينا وطافيين النور وبنمسك فار جوه الاوضه ازاي؟ ها وراح فين بس؟ اما نشوف تختفى جيران كده. طب ما نسيب التعبان جوه الاوضه معاه وياكله براحته. التعبان يخرج الباب. اه تعبان. اه ده كل ده اهو. يلا اسمع. اه اهو اركن. اوعى يا ابني الكلب ده ينط على رجلي. اه امشي امشي يا ابني الكلب من هنا. امشي يلا. هو هنا انا، هو هنا عندي. ده مش هنا، ده عنده. لا امسك ابني ابني. لا 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 اهرب اهرب يا ولا. الحبوب وقعت في الارض كفايه. ده ايش ده ايش؟ لا خرج الفار. خرج نهار اسود. خرج فين؟ اقفل الباب. يلا خرج فين؟ يلا دخل المطبخ. اهرب على المطبخ يا محمد. يا ابو محمد اصبر. مقفل عليا. اصبر اقفل الباب. افتح باب الشقه يا ريس. خرجوا بره بقى، مش هنقدر نمسكه، مش هنقدر نمسكه. يلا يا سمير خرجوا على بره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، احنا المرمط. افتح ابو محمد الباب. افتح. هو فين؟ متاكد انه خرج؟ دخل هنا قدام عيني. دخل هنا. لكم وراكي هنا. لا دخل على المطبخ. والله ما عارفين دخل على المطبخ. هات المعاش. معانا مركزه قوي. مين دخل من الشقه؟ كان دخل من البلكونه طلع على الطابور. كان باين الحمد لله انا شفت بتاع دي. طيب لقيته؟ مش عارف. متأكدة انه خرج ولا ده فار تاني؟ لا خرج من باب الاوضه دي. من تحت عطش الباب وراح داخل بايدي على المطبخ. عشان كده ما قلناش قدام عيني كده. ما هو اللي شفته قد ايه؟ ده قد كده. في المطبخ؟ قد كده. مش في المطبخ؟ لا لا في المطبخ. بندور اهو مش لاقيين. المطبخ
اهو اهو جرحنا هاتك اهو امسك سوس بيدخل الاوضه تبقى سايبها يا ابن الخال خليه يمشي اهو هيدخل الاوضه تعالى اقفل بقى انا هقفل هنا ما اعرفش اهو ده واقف على الخشب اهو اهو اضرب ابي يا عطي كلب امشي 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 اجي والله كلب اسمه اديله الفار اديله الفار اديله الفار اختفى اختفى الفار اختفى في دوبي يا ولد الكلب في دوبي يا ولد الكلب في دوبي يا ولد اسمع كنت طلعت اصلك على هدومي يا جماعه سيبوه كده التعبان هياكله ازاي الله يسع صور الفار صحي لا بيموت يا بس يا ولد كفايه النبي هيصحى تاني لا 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 يا جماعه كفايه يا جماعه كفايه يا جماعه كفايه خلي بالك هيعض بجد روح افتح يلا روح هات جردل للتعبان حاضر شويه يلا حركوا دول بس يا بص يا اسوح يا نهار اسوح بس ايوه قتلنا الفار الحمبيز افتح الباب عليك دي بدايه خلاص بقول لك ايه تعبان ايوه بس تعبان مش يقدر ياكل الحجم ده كله على فكره التعبان ما ياكلش الحجم ده كله حجمه كبير جدا بص اوعى كده محمد وريها التعبان ما ياكلش الحجم ده كله ده حجم كبير جدا بس عشان الدم خلاص بقى ابدا في زباله حبيبي خد حطه هذا الدم حطه في كيس وربطه حطه في خليك بره روح هات له خد يا بوبو خد يا ولد خد يلا روح حطه في كيس واربطه حطه في كيس تاني الكلب طلع على هدومي وانا واقف وهم بيدوروا تحت وهو بيطلع على البنطلون كده انا صرخت صريخ دين النبي دين النبي خد وبكده نزل انتهى موضوع الفار استطل الفار قتلنا الفار قتلنا الفار سلام يا قاتل الفئران سلام يا صائد الفئران سلام يا خائف من الفئران سلام يا مو يا يامو الفيران يا اللي يا جالبه الفيران ايوه لا بس لما جبته كده احسن ما كان غفلنا ودخل على العصافير امال ايه كان دخل على العصافير عامل له بتاع نص كيلو ده يلا ارمي ناس تقول وزنه نوزنه قبل ما نموته سلام اما نيجي نصطاد في فار فار تاني هنبقى نقول لكم هتاخد الدين بتاعه دين الفار